السلام عليكم صديقاتي العزيزات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى عمركم كامل تكون بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم، جيت نتقاسم معاكم الوصفة الخطيرة للقهوة ناجحة مثل المقاهي، كيف ما كتشوفوا معايا، بالكشكوشة رائعة لتوجدوها لرجالكم، لخوتكم، لوالديكم، لأي واحد كيبغي القهوة. حضريها بوجهك أحمر من أنجح ما يكون، قهيوة كحلة لعشاق القهوة. غنخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. البنات، هنا يا خديت القطارة العادية المعروفة عندنا ديال القهوة، لتحت درت الماء والصفاية كنديرو فيها القهوة. فهنايا درت أنا 2 معلقات كبار ديال القهوة، على حساب القطارة ديالكم واش كبيرة ولا صغيرة، شحال كتهز ليكم. كما كتشوفوا غادي نسد على القطاره ديالي ونشعل عليها البوطه ونرد معها البال، حيت غنحتاج داك القطيره الاولى اللي غادي تطلع. بيد ما طلعت لي البنات القهوه، خديت هنا واحد زليفه، ضفت لها واحد 4 معلقات ديال السكر سنيده اولا 3 على حساب نتوما والكميه ديال القهوه ديالكم. غادي نحتفظوا بهاد السنيده على ما طلع لنا القطيره الاولى البنات ديال القهوه كيف كتشوفوا معايا. هانتوما البنات، هي بدات كطلع لي القهوه كيف كتشوفوا معايا. غنحتاج هاد القطيرات الاولى اللي كيطلعوا، غنزولها على البوطه ونمشيو نشوفوا شنو غادي ندير. هنا يا البنات رجعت للسكر سنيده اللي وجدنا قبيله، غادي نضيف له داك القطره الاولى ديال القهوه كما كتشوفوا معايا، غير قطره ميم با واحد نص معلقه، وغادي نلبسها مزيان في داك السكر سنيده حتى زعما يمتزجوا مزيان كما كتشوفوا. صافي، غادي نرد القهوه ديالي تكمل التقطيره ديالها ونخدم مزيان هاد السكر. صافي، غادي نحاول نخدم مزيان هي بالمعلقه اولا بفرشيط اللي بغيتو، نخدم مزيان داك السكر سنيده مع ديك القطرات القليله اللي درت. البنات كتبغي شويه ديال الخدمه، بقيت نخدمها مزيان حتى كتبقى تطلع لكم بحال شي كريمه، بحال اللي كتطلعوا شي كريمه. واللي عنده الطراب الكهربائي ممكن يستعملو، غادي يسهل عليه دغيا دغيا، غادي يطلع له داك السكر سنيده مع القطرات ديال القهوه. واللي ما عندوش غير بالمعلقه ويخدم مزيان كيف كتشوفوا البنات، حتى كتولي معنا كريميه. هذا هو القوام ديالها، وهنايا راه طلعت لي القهوه. دابا غادي نقدموها في الفناجين وتشوفوا القهوه بالكشكوشه ديالها. خديت واحد الفنيجن، غادي ناخد ميم با واحد نص معلقه هكذا، راه ما كتبغيش تهبط البنات، راه غير نص معلقه ما تكثروش حيت الفنجان عندي هنا صغير. وغادي يجينا هذا راه مركز ديال السكر، غادي يجينا حلو بزاف الا كثرنا كما كتشوفوا، واحد نص معلقه في الفنجان الا كان قد هكا اولا كبر منه شويه. غنضيف له القهوه العاديه اللي قطرت كما كتشوفوا، ونحركها مزيان. هانتوما كتبان لكم داك الكشكوشه الفوقانيه اللي كتكون في القهوه، واللي شحال من واحد الا ما كانتش داك الكشكوشه ما كيشربش القهوه. هانتوما البنات، وغادي نعاود نقدمها لكم في كاس ترونسبارون ديال الدجاج باش تبان لكم القهوه كحله من التحت والكشكوشه من الفوق. فهذا هو الفنيجن ديالي، غتقدموه بالصحه والراحه لمحبين القهوه من ألد ما يكون، بحال الا كتاخذها في قهيوه ديال على برا. دابا غادي نوريكم التقديم ديال الكاس الزجاجي باش يبان لكم الفرق. خديت البنات كاس زجاجي عادي غير باش يبان لكم تبان لكم القهوه كحله من التحت والكشكوشه من الفوق، فقط حيت ما عنديش فنجان ترونسبارون زجاجي. غادي ناخذ المعلقه العاديه ديالي ديال الكريمه اللي طلعنا بالسكر، وهنايا ضفت القهوه العاديه المقطره في القطاره كما كتشوفوا وكنحركوا.
كطلع لنا داك الكشكوشه الفوق وكتبقى لنا القهوه مصفيه لتحتها. وبالصحه والراحه قدموها للناس اللي كيبغيو القهوه كما كتشوفوا معايا. فممكن البنات انكم تحفظوا بالباقي داكشي اللي بقى لكم ديال الكريمه اللي حضرنا وتخليوها في الثلاجه، وقت ما طيبتوا القهوه ديالكم العاديه ضيفوا داك المعلقه وغادي تشربوها بحال هكذا. وصافي البنات الفنجان ديالي هو هذا ديال القهوه بالصحه والراحه لكاع الناس اللي كيبغيو القهوه، وما تعكزوش تجربوها سهله وما كتاخذش نهائيا الوقت. فقط شويه ديال الخدمه في الاول ديال السكر مع داك القطرات الاولى ديال القهوه. خليت لكم الراحه وبالصحه والراحه، الى اللقاء.